للعام الثاني على التوالي دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع هذه هي البحرين معرض إنجازات مملكة البحرين في مجال تعزيز قيم التعايش السلمي والحرية الدينية، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية إن المعرض يسلط الضوء على نموذج التعايش والتسامح في البحرين، وهو أمر يدعو للفخر، فالصور تنطلق وتنطق بالتعايش في المجتمع البحريني الجميل. وعن مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني قال وزير الخارجية إن مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني مشروع مهم جدا يساعد الشباب على مكافحة الإساءة في المجال السبراني، ويتزامن إقامة معرض إنجازات مملكة البحرين مع انطلاق أعمال النسخة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مانحا الفرصة لمئات الشخصيات الدبلوماسية والتنموية وصناع القرار السياسي في مختلف أقاليم العالم للإطلاع على تجربة البحرين الرائدة كموطن لأكثر من 20 ديانة ومذهب وطائفة تتعايش فيما بينها بكل مودة وألفة وتسامح. ويتضمن معرض إنجازات مملكة البحرين صوراً ووثائق تبرهن للعالم من داخل بيته الأممي فلسفة ورؤية جلالة الملك المفدى كقائد عالمي لإحداث التغيير والسلام عبر حوار الأديان والارتقاء بمستوى الحريات الدينية لتحقيق التعايش السلمي بين كافة بني البشر. وصرح رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن حرص المركز على التواجد مجددا في قلب أكبر وأعرق منظمة دولية يأتي من منطلق التزامه بدعم جسور التواصل بين جميع الشعوب ومد يد العون لجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام، وذلك عبر إبراز نموذج البحرين الرائد في مجال التعايش السلمي وتقبل الطرف الآخر. وبين الشيخ خالد أن تقدير جلالة الملك المفدى المخلص للتنوع الثقافي والتسامح الديني في المملكة وسعي جلالته الدؤوب لتهيئة أرضيات خصبة للسلام قد تحول إلى سياسة راسخة يعكسها بوضوح إعلان مملكة البحرين. وذكر الشيخ خالد أن التجربة البحرينية التاريخية في تحولها إلى واحة آمنة من التعددية المذهبية والحرية الدينية يجعلها النموذج الأفضل والأكثر واقعية لتطبيقه على نطاق واسع وتعميمه إقليميا وعالميا حتى يعم السلام والوئام كل من يعيش على وجه الكرة الأرضية. هذا وقد حصد المعرض خلال أيام إقامته زيارات كثيرة لرواد البيت الأممي ابتداء بالرئيس الأمريكي ومعاونيه وكبار الشخصيات الأمريكية ورؤساء الدول والوفود المشاركة وممثلي الهيئات والمنظمات والباحثين والمتخصصين ممن استوقفتهم صور الإنجازات المتتالية للمملكة في التعايش السلمي والمعابد والكنائس ودور العبادة التاريخية التي تنفرد المملكة باحتضانها على أرضها منذ مئات السنين. الإسلام كدين عالمي يقدم هذا النموذج، ولا يمكن أن يحسب شرذمة بسيطة تبنت الإرهاب تبنت التطرف بأن يحسبوا على الإسلام. الإسلام هو دين المحبة ودين التعايش. التعايش السلمي ونشر الأمن والأمان، لن تكون هناك تنمية لا صحية ولا تعليمية ولا اقتصادية بدون أمن وأمان. لن يكون هناك أمن وأمان إن لم نتعايش سويا. وجود البحرين في قلب العالم الإسلامي والعربي يعطيها مزية في إبراز قضية التعايش، لأن الناس يظنون أن التعايش يحدث أيضا في الغرب فقط، لكن في بلد في وسط العالم الإسلامي في هذا التنوع الديني والتنوع الثقافي والحرية الدينية، هذا نموذج لابد الناس ينظروا إليه كنموذج لابد من نشره في المنطقة كلها. Well, I was very touched because in the 90s I was doing my master's. في التسعينيات عندما كنت أدرس الماجستير في جامعة لندن قام جلالة ملك البحرين بتمويل مبنى الدراسات الإقليمية والإفريقية في الجامعة، وفي ذلك الوقت غمرني الفضول ما الذي يدفع جلالة الملك لتمويل هذا المشروع، ومع مرور السنوات تيقنت أن هذه الخطوة هي جزء من طبيعة الملك والبحرين. الاستثمار في العلم والمعرفة هو السبيل لتحقيق السلم والتنمية ومحاربة التطرف،
مبادرة جلالة الملك هي مساهمة حقيقية لتحقيق السلام العالمي، وأصبحت البحرين في نظري ونظر الكثيرين حول العالم مقترنة بالحب والسلام.